انا كنشوف بانه كان ضروري المغرب يرد هذاك الرد اللي قوي، لان التقرير ديال وزاره الخارجيه تضمن مغالطات و يعني تضمن ايضا امور غير دقيقه وغير صحيحه، وفي بعض الاحيان امور صحيحه ولكن يعممها حاله واحده مفرده وكيبني عليها قضية حقوق الإنسان في المغرب. هذا كان ضروري الرد المغربي يكون قوي. أولا الطرف الذي أصدر القرار اللي هو وزارة الخارجية الأمريكية يعرف بأن المغرب عنده موقف، وفعلا كان هناك حوار، ولكن مع الأسف الشديد لم يكن هناك تجاوب في الحوار، فكان ضروري يتخذ المغرب واحد رد قوي علني. ثانيا هو التقرير علني معلن منشر نشر حتى قبل أن يتضمن الموقف الجهات الرسمية المغربية، وكان ضروري باش يكون التقرير متوازن يتضمن أيضا الموقف ديال الجهات الرسمية المغربية. وبما أنه لم يتضمن هو نشر، فكان طبيعي وضروري المغرب يكون عنده موقف معلن، لأن الرأي العام الوطني الرأي العام الدولي جهات متعددة يجب أن تعرف رأي المغرب وموقفه وما هي الانتقادات الموجهة إلى هذا التقرير. وأيضا هذا التقرير كيناقض في نفس الوقت كثير من التصريحات ديال الإدارة الأمريكية نفسها، مثلا بمناسبة زيارة جلالة الملك إلى البيت الأبيض والبيان المشترك الذي صدر عن أوباما من جهة وعن جلالة الملك من جهة ثانية، كان قد أثنى على التحولات الديمقراطية في المغرب وعلى الإنجازات ديال المغرب في مجال حقوق الإنسان. فما الذي تغير منذ البيان المشترك المغربي الأمريكي بمناسبة زيارة جلالة الملك وصدر هذا التقرير؟ هذا تناقض كبير. صحيح أن هذا التقرير هو ما صدرش على الإدارة الأمريكية كإدارة كاملة، وإنما صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فهي اللي كتحمل المسؤولية دياله. هذا ماشي أزمة بين المغرب وبين الولايات المتحدة، إنما هو رد فعل قوي للمغرب ضد الجهات التي أصدرت القرار. ليس هناك واحد يملك الجواب الدقيق على هذا، صعب. هناك احتمالات، قد يكون هذا جهات أمريكية التي هي عندها موقف إما إيديولوجي سابق من المغرب، وبالتالي هي تصرف هذا في تقارير أو في مواقف معينة والتي لا تعكس بالضرورة الموقف الإدارة الأمريكية ككل أو الدولة الأمريكية. قد يكون هناك اختراق، ممكن كما أن المغرب عنده أصدقاء داخل الدولة الأمريكية، جهات كثيرة بما فيه الانفصاليين قد يكون لهم أصدقاء، لأن احنا كنعرفوا العالم المعاصر وخصوصا دولة ديمقراطية مفتوحة في تيارات وفي اتجاهات، وهذه الاتجاهات تتساكن داخل الحزب الواحد وداخل الإدارة الواحدة. فهذه معركة طويلة سيخوضها المغرب. المهم المغرب يدافع على الموقف دياله وعلى الحقوق دياله، يدافع عليها بقوة في الوقت المناسب، هذا هو المهم، ولا يتوانى عن هذا. والحمد لله هذا الشيء اللي دار المغرب.